احنا بالحديقه السريه نسمح للضيف انه يسوي خيارات عمره ما كان بيده انه يختارها. تمام. فراح اسالك كم سؤال يبين انه بيسك، بس الخيار بايدك انه تجاوبينه باللي تتمني انه يصير، ممكن يكون الحقيقه، ممكن يكون اللي بخيالك. اوكي تمام. اسمك اللي تمنيتيه انه يكون؟ ما تمنيت اسم معين، هو آلاء أني حابته. أحيانا لما أشوف شوية مقاطع كذا، الاسم اللي يبدأ بحرف الألف واللام يكون اسم مميز إلى مستقبل حلو، فشوية يعني اسمي حبيته أكثر. فنيا ما فكرتي تغيريه؟ انه عندنا هوايه آلاء حسين، آلاء شاكر يعني. لا لا، ما أثر علي هذا الموضوع، تشابه الأسماء. زين، مواليدك؟ ليش ما أقول لك عمري رأسي؟ كيف عندك شيء جرأة يعني؟ إيه طبعا. أنا اعطيتك فرصة تكذبين، أنت بعد أوكي، بكيفك. هو عمري 40 وكم شهر. الـ40 لي وكم شهر لكم؟ ماشي، هذا الحقيقي ولا اللي تتمنيه؟ لا هذا الحقيقي، 40 وكم شهر. الكم شهر يعني أنتم ما مسؤولين عنها، أنا يعني مسؤولة ممكن عنها. مثلا 40 ممكن ألف شهر 100 يعني. الأشهر يمي، الـ40 لكم. ماشي راضين. مكان الولادة اللي تمنيتي يكون؟ تمنيته مكان ولادتي يعني بالبصرة، فما تمنيت غير شيء، يعني طبيعي الموضوع عندي. انت والدك من بغداد والدي لكن من بغداد، الوالده من البصره، ايه ماما من بصرة. وشلون صار انت والدين بالبصره؟ هم ماما اساسا سكنها بغداد يعني من زمان، فالتقوا هي وابويا وكذا، لكن كانوا دائما ينقلون الى المحافظات، يعني رحنا للبصرة بس هي امي اساسا اصلها من البصرة، اصلها الأقدم من البصرة الناصرية، ومن ثم راحوا للبصرة يعني. فرحنا للأنبار، رحنا للنجف، رحنا للبصرة وهكذا يعني. ليش هذا إخواني التنقل؟ موظفين كانوا، أبويا كان موظف بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وأمي بالتمريض، فأبويا وين ما يروح أمي تخاف عليه فتروح وراه تاخذنا إحنا أم وياه. كلكم زين. المهنة؟ المهنة مشرفة فنية في وزارة التربية. هاي الحقيقية واللي كنت تتمنيها؟ ماكو اعتقد، ماكو لا تفكير ما كنت تتمنى يعني. أتمناها يعني، أنا ما أعرف أمنياتي كانت شنو بالنسبة للمهنة إلا بعد ما كبرت يعني. من كنت صغيرة كان القرار للأهل مو إلي، حتى قرار دخولي معهد فنون جميلة كان للأهل مو حتى إلي، تكوني تدريسية؟ حتى أكون تدريسية، وصار الصراع بين الأم والأب وكذا، أنه أبويا كان ما قابل أروح معهد فنون، وأمي مصرة تروح معهد فنون، لكن دائما المرأة بالبيت تنتصر. المنظمة هي اللي تنتصر بالأخير. زين، شنو الفصول تحسي يشبه شخصيتك؟ الصيف ايش معنى؟ نشط، بالصيف أكون نشطة يعني، أنا ما أحب قسوة الصيف وحرارته وهاي الشمس وأشعتها وحرارتها، لكن الصيف يحسسني بالنشاط بالحيوية، الهدوم خفيفة اللي نلبسها، الشتاء وأني خمول بي. أنا دائما أبرد، حتى بالصيف أنا بردانة.